معنا على الهاتف الأستاذ عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. صباح الخير يا فندم. يا صباح النور على حضرتك وعلى الإخوان وزملائنا المشاهدين اللي أنا أسعد بيهم دايما على شاشة البرنامج الجميل ده. الله يخليك يا فندم. أستاذ عطية، ما الذي تعنيه لكم موافقة الرئيس السيسي على خضوع البنك بنك الائتمان الزراعي طبعا لمراقبة المركزي؟ إيه الفرق يا فندم؟ لا بس هقول لحضرتك على حاجة، هو بس احنا عاوزين نقول على حاجة، ده الكلام اللي اتنشر في الحديث بين معالي المحافظ العظيم طارق عامر و المذيع عيسى. الحوار اللي كان فيه، معالي المحافظ قال فيما جاء بشأن بنك التنمية والائتمان الزراعي، برضو في مقولة أنا بس عاوز أضيفها في حق هذا الرجل العظيم، إن هو على قناعة تامة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو على قناعة بأن هذا البنك لابد أن يكون له دور كبير في تنمية الاقتصاد المصري والتنمية الزراعية. البنك فيه عوار كبير، وهو أن بيحكمه قانونين، قانون 159 شركة مساهمة كالوجه الابلي والوجه البحري، وقانون 117 هيئة عامة للرئيسي. هذا العوار طبعا مؤثر على أداء البنك، ومؤثر إن هو خلال الفترة السابقة قبل أنا ما تولى حقق خسائر تقترب من 4 مليار جنيه، بجانب مدينيات للحكومة على الحكومة بحدود 3.2 مليار، بجانب حجم المتعثرين من إخواننا المزارعين كانت 4 مليار، دلوقتي بقت 3.5 بعد ما قمنا بمبادرات التحقيق. الفكرة من الموضوع وإيمان معالي المحافظ بموقف البنك، هو اللي قال البنك اوريدي كبنك بيخضع لرقابة البنك المركزي. كان كل طلبنا ان احنا يبقى في قانون جديد، هذا القانون هو اللي يحكم بنك الائتمان الزراعي بما يضمن الاستقلالية بتاعته، بما يضمن ان هو يقوم بدوره كبنك زراعي متخصص بيخدم التنمية الزراعية والاقتصاد الزراعي في البلد. وهو ده ما تفضل معالي المحافظ البنك المركزي من ان هو بيقول احنا بنخضع حاليا لرقابة البنك المركزي وبنمشي وفقا للضوابط بتاعته، ولكن احنا كل طموح البنك وكل طلبات البنك ان يكون هناك قانون واحد، هذا القانون يعطي البنك القوة والاستقلالية ويديله بجانب الطلبات بقى، الطلبات اللي احنا دايما وكانت الجمعية العمومية خدتها، ان لابد ان يرفع رأس المال، لابد ان يكون هناك قرض مساند، لابد ان يكون في نظرة للاحتياطي الإلزامي، لابد ان لو كان الكلام ده كله، البنك ده على فكرة غني، البنك ده عنده أصول تقترب من 5-6 مليار، وفي بعض منها الكثير غير مستغل. طيب اسمح لي أستاذ عطية، بس سؤالي الأخير لحضرتك برضو علشان أهالينا دلوقتي من الفلاحين اللي بيتابعونا يبقوا برضو فاهمين، حتى هذه اللحظة يعني إلى أن يتم مثلا تفعيل أو تشريع القانون اللي حضراتكم بتطالبوا به، اللي بينظم عملية الخضوع لرقابة المركزي وغيره، حتى هذه اللحظة الفلاحين المتعثرين على سبيل المثال إيه اللي بيحصل معهم يا فندم؟ كيف تتم جدولة ديونهم؟ بص هقول لحضرتك على حاجة مهمة قوي، البنك سواء في هذا القوانين القائمة حاليا أو القانون الجديد، هو بنك زراعي بيقوم بالتنمية الزراعية وسيستمر في هذا الموضوع ويخدم المزارع الصغير قبل الشركة الكبيرة. بالنسبة للمتعثرين، الحقيقة ان خلال الفترة اللي فاتت احنا اولا احنا ما عندناش حد محبوس، لم نتخذ اي اجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة. امال اللي ما بيعرفش يسدد يا فندم بيحصل فيه ايه؟ احنا عندنا مبادرات عاملينها لاخواننا المزارعين وبنساعد، بدليل ان في 15,000 واحد سددوا، وسددوا ما حوالي 500 مليون جنيه، واحنا دلوقتي بنساعدهم
بنقول لهم سددوا اصل الدين وبنعفيهم من 90% من الفوائد اللي عليهم. بعض الجهات اللي فيها مشاكل كبيره زي مآذة وزي بورسعيد بنعمل لهم مبادرات خاصه، اللي بيطلب ان هو يحصل له عمليه جدوله بنعمل له جدوله من 3 إلى 5 سنوات وبيدفع 10%. يعني هناك انظمه كثيره واحنا صدرنا مفتوح وحنستمر بدون اخذ اي اجراءات قانونيه ضدهم علشان نوصل لحل لهذا الموضوع. ده اكتر حاجه تطمنا وتهمنا يا فندم. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ عطيه سالم رئيس بنك التنميه والائتمان.